النهارده معانا فقره مميزه جدا. الستات مسيطرين في كل حته يا جماعه، حتى معرض الكتاب. والحقيقه اننا شفنا ظهور قوي جدا للكاتبات النسائيه في معرض الكتاب السنه دي، ومش بس كتب لسيدات، لا كمان كتب ناقشت الموضوعات اللي بجد بتهم الستات في المقام الاول والمجتمع بشكل عام. اكيد طرحوا مشاكل المجتمع بيعاني منها، وقدموا كمان حلول مقترحه ينفع نلجا ليها، يعني مش بس مشاكل وخلاص، لا احنا كمان عايزين حلول، وبجد مشاكل موجوده على ارض الواقع، بجد مشاكل بيعاني منها البيت المصري، سواء الست او الراجل على فكره، لان مش طول الوقت عايزين نجيب اللوم على الراجل او عن الست، دي مشاكل موجوده. النهارده احنا معانا اتنين من ابرز الكاتبات السيدات في 2023، واللي اتكلموا بشكل مباشر جدا عن المشكلات المجتمعيه والنسائيه. معانا النهارده الأستاذة عزة سلطان، صاحبة كتاب لماذا الزواج مشروع فاشل، واللي ناقشت فيه أسباب ارتفاع نسب الطلاق والمشكلات اللي بتخلي الحياة الزوجية عمرها قصير، وإزاي قصص حب كبيرة سمعنا عنها قعدت بالثمن والتسع سنين قبل الجواز في الآخر قلبت بحالة مأساوية بالطلاق. ومعانا كمان الدكتورة إيمان الحسيني، صاحبة كتاب سنجل في محطة القطار، اللي اتكلمت فيه عن المشاكل اللي بتعيشها البنات بداية من سن المراهقة لحد ما تقرر تتجوز وتبني بيت مع شريك حياتها. ومش بس كده، الكتاب كمان بيحكي عن مواقف بيتعرض ليها البنات السناجل من التحرش ومضايقات، وبيعرفنا قد ايه الموضوع بيبقى صعب عليهم جدا، وان في كده خطوط حمراء لازم ناخد بالنا منها واحنا بنختار شريك حياتنا. لان انا عندي جمله لازم اقولها لما نيجي نتكلم عن الجواز، الجواز مش انجاز، عشان كده لازم نختار كويس جدا جدا. اهلا بحضراتكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحضراتكم، منورينا النهارده، وانا شايفه ان هي قعدت ستات ايه من الدرجه الاولى، يعني يعني عايزين النهارده نكون في صف الستات شويه، شكلنا كده هنبقى ليه؟ اربع ستات هيكون كده، ايه؟ كده الكتب كلها في صف الستات، شكلها كده، شكلها هتمشي كده معانا صح؟ مشيها يعني. استاذه عزه، خليني ابدا كلامي معاكي في الكتاب لماذا الزواج مشروع فاشل. ده كتاب خطير الحقيقه. بصي، نسب الطلاق، معدلات نسب الطلاق اللي حاصله انها توصل، انه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء يقول انه في حاله طلاق كل دقيقتين 11 ثانيه، ده يعني رقم كارثي. جنب قدامه بقى نشوف محكمه الاسره، الاف القضايا اللي فيها، ده لازم يخلينا نقف ونعرف ليه الجواز اللي هو اسمى علاقه واهم علاقه الانسان بيسعى ليها من اول ما بيتولد ويبدا يكبر. الولد عايز يتجوز ويعمل بيت، والبنت عايزه تبقى تشارك تبني بيت ويبقى عندها حياتها وعندها اولادها، ليه الحلم ده لما بيحصل بيتكسر؟ ده لازم بقى يعني نخرج بره الصور الثابته والكلام اللي او الكلام الطبيعي. الكلام اللي احنا بيتقال بره ده نواجه، ومحدش بيناقش المشاكل بجد، نواجه بقى. فكان لازم اقف عشان اتكلم في المشاكل، ومش بس بقى اتكلم في المشاكل، ما احنا كلنا عارفين المشاكل. فكره انك تقدمي مقترحات بحلول، مقترحات ينفع كل واحد ياخدها يظبطها على مقاسه. يبقى انت بتقولي انه المشكله الفلانيه لما بيحصل كذا كذا، المفروض الست قدامها خيارات تعملها علشان تخرج من المأزق ده. المفروض الراجل يعمل، هو برضو مش المفروض، لانه الامر مرتبط على حسب الموقف، على حسب الموقف، على حسب شخصيات الناس. صحيح. لكن بشكل عام انت لازم تبقى عندك باترنز، عندك مقترحات تقدري تاخدي منها اللي يناسبك عشان تمري من الموقف. يعني احنا ما بنقولش انه العلاقات ابديه بقى زي اهالينا وجدودنا اللي كانوا يفضلوا كاملين مع بعض، لكن على الاقل تبقى اطول فتره ممكنه. طب وليه؟ في سلام. طب وليه احنا ما نطمحش ان احنا اصل، يعني اصل ده مش طموح، اعتقد ان ده بيبقى العقد مبني على كده، يعني احنا ليه ما نعيش زي اهلنا؟ لا، المتغيرات اللي حصلت في طبيعه الشخصيه والسلوك خلت الناس ما بتقدرش تستحمل اللي كانت بتستحمله. كمان انت دلوقتي عندك تنوع في الاختيارات. زمان الراجل اولا كان في وصم اجتماعي للطلاق، فده تلاقيه في افلام كتيره جدا، فكره الطلاق دي فكره مرفوضه اجتماعيا. دلوقتي الفكره دي مش موجوده، بالعكس
بقت في بعض السيدات تحصل على استحقاق في التحرك والحرية ما كانتش بتحصل عليه وهي أنسة. يعني هي مجرد انها اتطلقت خلاص بقى تروح جايه مستقله. أنا يعني هو انا مش فكره الاستقلال، يعني انا شخصيا كنت مستقله من قبل ما اتجوز، لكن انا بتكلم على فكره انه البعض بقى بيجد استحقاق في حريه وامتيازات اكتر لمجرد انها اتطلقت. وبالتالي هنا لازم تناقش الموضوع بشكل مختلف. انا هكمل معاكي الكلام الشيق جدا ده، بس بعد ما اسال بقى دكتور ايمان صاحبه كتاب سنجل في محطه القطار، يعني الزواج فاشل وسنجل، يعني احنا كده الدنيا بايظه معانا. وفعلا وفقا للاحصائيات اللي استاذ عزه قالت عليها فعلا احنا محتاجين وقفه. كلمينا عن كتابك وليه اخترتي العنوان ده؟ هو الحقيقة أنا لايف كوتش محترفة ومعتمدة الحمد لله، بتجيلي بنات كتير تاخد معايا جلسات، فلاحظت أن في خلال الجلسات أن القصص بتتشابه، لحد أن احنا بنوصل في الجلسة أن البنت تقول جملة زي اللي كانت قبلها من أسبوع، زي اللي كانت قبلها من شهر، كأنهم عاملين كوبي بيست من الكلام اللي بيقولوه قدامي في الجلسات. عايز أعرف الجملة. من أشهر الجمل: أنا فشلت عشان معرفتش أتجوز وأبني بيت وأكون أسرة. أنا عمري ما هبقى حاجة لأن أنا ما اتجوزتش. أنا مش هيبقى لي سند لأني لا اتجوزت ولا خلفت وعديت ال 35 وفرصي عمالة تقل قوي قوي قوي. وقطر الجواز بيفوتني. وقطر الجواز هي كلمة قطر الجواز ما اتقالتش الحقيقة، لكن دايما في جانب الألم إنه مرتبط بإن هي دايما البنت شايفة نفسها مش ناجحة أو فاشلة أو مش قادرة تحقق حاجة في الحياة لأنها لا اتجوزت ولا خلفت كمان. يعني في مكانين دايما ثابتين في الألم بتاع البنت السنجل، إن هي لا اتجوزت ولا بالطبيعة خلفت. فأنا لا قدرت أكون زوجة ولا قادرة أكون أم كمان. فلاحظت إن في كوبي بيست كده من جمل معينة بتتقال في الجلسات. فاستأذنت البنات الجميلات دول في اني اخد قصصهم لانها قصص واقعية، واحنا محتاجين اكتر ان احنا نقرب من الواقع، لانه الخيال بالرغم من انه بينمي حاجات حلوة في الانسان، لكن الواقع هو اللي بيلمس المناطق اللي احنا بنعاني منها. طيب انا عايزه اسال حضرتك سؤال على ارض الواقع، مش كتب ومش مثلا من قصص، لا على ارض الواقع، هل فعلا عشان هي ما اتجوزتش ايا كان السن، مالهاش علاقه بالسن 20 30 40، عشان ما اتجوزتش فهي تبقى وحيده وما زالت نفسيا هتحس بده؟ يعني خلاص هي هتحس بجد مهما حواليها صحابها، مهما حواليها اهلها، كل حاجه، هي وحيده عشان معاش راجل؟ ده حقيقي، ويمكن اكتر اللي اتحقق في الجلسات ان احنا كنا بنحاول دايما نشتغل على فكره الوحده، انه بنات كتيره قوي معتقده انها دلوقتي وحيده وهتكمل وحيده. يعني ده نفسيا مظبوط؟ لان هي مفيش راجل ومفيش بيت. لا، هو ده مش نفسيا مظبوط، هو ده اعتقاد بنيناه احنا. يمكن الكتاب، انا عايزه اقول الجزئيه دي، بيناقش الجزئيه دي في حته، انه انا بخرج من فكره المشكله والقصص الواقعيه. انا بس حابه اكد اني مش بس استاذنتهم ان انا احط القصص في الكتاب، لا، انا حطيت اسماء مستعاره احتراما لخصوصيتهم. اكيد. انا عملت مجموعه من التدريبات في الكتاب، لو الكاميرا تقدر تسلط الضوء عليه، وسبت فراغات علشان كل واحده تجاوب اسئلتها بخط ايدها وبقلمها في كتابها في نسختها الخاصه. التدريبات دي من شأنها ان هي تدعم كيان البنت، وانها تساعدها انها تكتشف نفسها بنفسها، وانها تساعدها انها تتعرف على روحها وعلى احتياجاتها وعلى طموحاتها وأملها من خلال الإجابة على الأسئلة دي. طب ليه أنا سبت الفراغ ده في الكتاب؟ عشان ثلاث أسباب مهمين قوي. السبب الأولاني ان في حكمة بتقول الإنسان يصدق ما يرى. صحيح. فبعد ما هي هتجاوب وتقرأ إجاباتها على الأسئلة، هتصدق ولا مش هتصدق؟ هتصدق. تاني حاجة، علشان يحصل مشاركة ما بينها وما بين نفسها مع الكتاب، فتحس ان في حاجة فيها خصوصية، ده كتابي، ده بتاعي، أنا اللي كاتبة الكلام ده، ده بيعبر عني أنا. تالت حاجة، علشان طول ما أنا سايبة أماكن فاضية نقط نقط نقط، هتيجي أي بنت هتشتري الكتاب وهتملى النقط دي، يبقى أنا خليتها بشكل مباشر شاركتني في تأليف الكتاب ولكن بنسختها هي الخاصة. طيب علشان ما يحصلش برضو يعني التضارب كده في الكلام، أو الناس تفهم كلامنا غلط،
خليني اسالك سؤال برضو مهم جدا، هل حضرتك بتشجعي ان البنات ما تفكرش في الجواز والخلفه؟ لا طبعا ما اقدرش اقول كده. الكتاب هنا من اهم الحاجات اللي فيه انه ما فيهوش توجيه. ما بقولش لاي بنت، لان انا ما بعتبرش ان انا كاتبه الكتاب ده للبنات. احنا بعيدا عن الكتاب بقى، احنا بنتكلم في دلوقتي في الحالات. لا طبعاً. الحالات اللي بتجيلك، يعني لما بتجيلك واحده مثلا تقولك انا حاسه ان انا محبطه، انا حاسه ان انا وحيده، انا حاسه ان انا ما عملتش انجاز لان انا ما اتجوزتش وما خلفتش لغايه دلوقتي، بيكون ردك ايه عليها؟ هل انت بتشجعيها ان هي تكمل حياتها بدون زواج وخلفه، ولا انت بتقولي لها ازاي تكمل حياتها او ازاي تمشي في حياتها من غير الكلام ده؟ قد ايه السؤال ده رائع وقد ايه جوهري. الحقيقه انه من اكتر المشاكل اللي بتحصل للبني ادم مش للبنت بس ان احنا نوجه. لان انا ممكن اوجه بنت موجوده معايا في جلسه بدماغي انا ومشاعري انا وافكاري انا وظروفي انا وتجاربي انا. صحيح. كل اللي عندي انا ده ما يليقش عليها خالص. صحيح. فانا دايما بسيب المساحه مفتوحه. لايه؟ لان هي لما تسالني السؤال ده اقول لها طب لو انا اللي رجعت لك السؤال انت هتجاوبي تقولي ايه؟ انت إيه عايزه ايه؟ انت شايفه ايه؟ ايه اللي يليق لك انت يا فلانه؟ ايه اللي يليق لك انت يا فلانه؟ تبدا تلقى نفسها عندها حاله عصف ذهني كده وبتطلع الاجابات. كمان في اخر كل جلسه بطلب من المستفيده اللي قاعده معايا ان هي تختار تدريب علشان تعمله بشكل يومي يساعدها ان هي تتحرك لقدام. نقدر نقول ان انت بتصلحيها على نفسها. هم في اوقات كتير ما بيبقوش جايين متخاصمين مع نفسهم. هم في اوقات كتير جايين مش فاهمين نفسهم اصلا. وعلشان كده انا اهتميت في الكتاب اني اعمل مجموعه تدريبات اتصممت مخصوص علشان كل واحده تقدر تعرف نفسها من خلال نفسها. تفتكري حضرتك انا لو حد عدى عليا وانا واقفه في مكان او في مكان عملي او في حتى في الشارع وفجاه كده قال لي ايمان انت فاشله، ورجع عدى عليا تاني واحد تاني وقال لي نفس الجمله و10 و15 مش في الاغلب هصدقه؟ هصدقه غصب عني عشان انا سامعاه. ودي اكبر مشاكلنا كإناث، ان احنا بنعرف نفسنا من اللي بيجي لنا من برانا. الكتاب هنا بيشتغل على اني اعرف نفسي من جوايا، اغوص في اعماقي شعوريا فكريا عاطفيا، اتكلم عن نفسي وعن احتياجاتي، واما القاها اقدر اعرف انا مين، ساعتها هعرف انا عاوزة ايه. طب دكتوره ايمان واستاذه عزه هنكمل كلامنا بس بعد الفاصل، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا، انتظرونا. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مع دكتور ايمان واستاذه عزه، برحب بيكم مره تانية معانا. قبل الفاصل احنا كنا سخنين جدا، يعني نتكلم على العلاقات بين الستات والرجاله والزواج ليه بيفشل. طبعا مع استاذه عزه كان ده يعني عنوان كتابها، والبنات السنجل اللي جالها احباط ان هي ما اتجوزتش او ما بتخلفش لغايه دلوقتي مع دكتور ايمان. خلينا نرجع بكلامنا مع استاذه عزه، وفرح كان عندها سؤال بقى مهم قوي قالته لنا عايزين نقوله بقى دلوقتي. ليه الجواز مشروع فاشل من وجهه نظر حضرتك مع الاسباب؟ يعني اكيد الاسباب اختلفت من بيت لبيت، بيتي غير بيت حضرتك غير بيت مي غير بيت الناس اللي بتتفرج علينا، بس اكيد في اسباب بتبقى ثابته بتخلي دلوقتي ان الجوازات عمرها قصير زي ما احنا قلنا في الاول. طب خلينا بس اقول لك، يعني هو انا مش انا اللي بقول ان الجواز مشروع فاشل، اكيد في هي الحالات الكتير من الطلاق هي اللي بتقول انه الجواز مشروع فاشل. ليه بنقول كده؟ لان احنا عندنا مرحلة الارتباط، مرحلة الخطوبة الجميلة اللطيفة، هي بنسبة كبيرة جدا مرحلة من الزيف. تجمل. لأ تزييف. تجمل حاجة والزيف حاجة تانية. التجمل إن إحنا بنوري اللي إحنا عندنا بس نهذبه شوية. لكن الزيف إن إحنا ممكن نقدم حاجات عن نفسنا. بنكذب. مش بالضرورة إن إحنا نوصل للكذب. لكن على الأقل إحنا مش صرحة. مفيش وضوح. لا في ناس بتكذب، يعني برضو خليني خلي ده في راجل يقول لك لا ده انا مش متجوز اساسا. ويطلع متجوز وعنده قرطه عيال، وعنده عيال بقى دلوقتي خلاص مخلف اربعه خمسه. لا لا البازون لازم يبلغ والا هيروح. بس هنا على فكره مشكله شخص من الاثنين، واحد يعني يقول لك انا غني جدا وعندي 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 ويطلع ما حلتوش حاجه.
بصي يعني هي التفاصيل في طول الوقت في علامات. احنا مصرين على العمى ان احنا ما نشوفش، نتجاهل العلامات دي عشان عايزين نتجاهل العلامات دي. دي من الكوارث. تبقى في حاجات كتير باينه من الاول انه الاثنين دول ما ينفعوش يكملوا، او انه الراجل ده ما ينفعش يكمل مع الست دي، او ان الست دي ما ينفعش تكمل، لكن هم في اطار الدفع انه العيلتين عايزين اللي يتجوزهم، هي خايفه من ان قال عليها عانس، غيرانه من زميلاتها اللي اتخطبوا. التفاصيل بقى الاستعجال تقصدي؟ الاستعجال دي من اهم العلامات. الاستعجال اللي احنا مدفوعين بقى خلاص احنا عايزين نتجوز، فخلاص هو جه او هو يعني او هما الاثنين اختاروا بعض. نيجي في مرحله الارتباط والخطوبه كل حد بينشغل، كميه التفاصيل في الاستعداد للجواز بتخليهم الاثنين ملهيين عن بعض. صح. هما ما بيتكلموش الا علشان السيراميك، النجف، الطلبات البيت، الشقه خلصت، القاعه، الفستان، كل الحاجات. تنصحي بايه في مرحله الخطوبه؟ الحاجات لازم تتم بتاخد وقتها. لازم تبقى في جدول زمني، ما ينفعش كده اللي هو نجري فورا نعمل كل حاجه وفجاه تكتشفي انه الاثنين اللي بيتجوزوا في 3 4 شهور هم ما يعرفوش حاجه عن طيب بعض غير التفاصيل. ادي قصه الاستعجال. طب تدخلي بقى للجواز. انت يعني الناس اللي كانوا بره دولت عايشين الحياه الورديه وكم الاهتمام والتفاصيل، مش مدركين ان كل مرحله ليها مواصفات تانية، انه الاهتمام شكله بيختلف. الاهتمام وهو خاطب او هي مخطوبه غير الاهتمام وهي متجوزه. طبعا اكيد. لا، المشاكل الكبيره وفي الغالب بتبقى اللي بتقودها الست ان هي عندها صوره للاهتمام، فهي عايزه تطبق نفس الصوره دي. سقف توقعاتها عالي، فلما الراجل مش بيعمله هنا بيحصل المشكله او الانحراف. مش بس سقف التوقعات، لا، هي صوره الاهتمام. ان هو مثلا كان بيجيب لها هدايا متخيله بشكل معين، فعايزه نفس لازم الهدايا او بيجيب احسن هدايا. متخيله الزواج بشكل معين. فتيجي بقى احنا بعد الجواز هو مش بيأدي لنفس الطريقه، لانه هو دلوقتي بقت المسؤوليات مختلفه. فهو ما عندوش الفائض المالي ان هو يعمل ده. فتبتدي لا ما بيحبنيش. طب هو كان بيقعد يرغي معاها التليفون، دلوقتي مش ما بياش يرغي، ما هو عارف انه هيرجع لها في البيت، ما هيتقابلوا. فبطل يعمل ده، فهي شايفه انه خلاص ما بياش بيحبها. تدخل بقى الاصحاب والستات اكتر حد في الموضوع ده بيدخل الناس. الرجاله مش ما بيحكوش تفاصيل قوي، ما بيحبوش الرغي عامه بصفه عامه. لا، الرجاله بترغي عادي، بس عاده التفاصيل المنزليه. بنتكلم على الطبيعه. لا، ما دلوقتي اتغيروا. لا ما شاء الله، في حد لعب في الاعدادات. بس هي الفكره انه التفاصيل المنزليه قلما ان الرجاله تتكلم فيها. يعني انت ممكن تفاجئي ان زميلك خلف. ايه ده يعني ايه ده؟ انا بتكلم فيه ان الرجاله ما بتتكلمش كتير في الغاء. لا، يعني هي الفكره التفاصيل المنزليه. دي حقيقة. الستات بقى كافه التفاصيل. المشكله في مشاركه التفاصيل دي ان انت ما انتش عارفه الطرف الاخر اللي انت بتنقلي له التفاصيل ده مدى صدق نيته، مدى محبته ليكي. هل انت بطريقتك او باللي انت بتقوليه هل بتثيري ضدك غيره؟ مدى سلامه النفسي غير يعني. ده لو الاصدقاء. فانت ما تعرفيش بقى الصديقه اللي هتفتي فاتيه او اللي هتقول نصيحه دي هتوصل لفين. ده ممكن تتخانق بقى اكتر. دخول الاهل في الموضوع. دخول الاهل ده كارثي طبعا، لانه الاهل لا ينسوا. يعني جيت ننزو جينا اتخانق ايا كان مين السبب. فراحوا حكوا، يعني هي حكت لمامتها وهو حكى لمامته، الاثنين بيتصالحوا والموضوع بيقع. تفضل الام هنا والام هنا قاعدين له بقى مش طايقين بعض. ده في حد ذاته بيعمل حاله من التوتر. فانت عندك اهو شحن سلبي كل شويه، وبعدين انت طول الوقت في ضغوط، في حاجات بتكتشفيها. الزوجه بتكتشف حاجات في جوزها، لما العشره بتكشف حاجات كتيره قوي. هل احنا عندنا التقبل ان احنا نقبل عيوب بعض اللي احنا ما كناش عارفينها، او اللي احنا كانت فيه علامات واحنا ما خدناش بالنا منها؟ لا، احنا خدنا بالنا بس غمضنا عينينا عشان جوازه تتم. بالظبط. علشان فكره الجوازه تتم بتخلي الناس تتغاضى عن حاجات كتير، وده من المشاكل. طب احنا خلاص تغاضينا، هل ينفع نصلح بعد كده؟ ينفع نصلح. انا عايزه اسال حضراتكم برضو سؤال ونرجع نكمل كلامنا تاني. برضو معرض الكتاب السنه دي، هل انتم شايفين ان المواضيع اللي انتم بتناقشوها دي يعني عامله صدى كويس؟
او المشاركه النسائيه واخده حقها بما يكفي في معرض الكتاب؟ وهل دور النشر بتساعدكم في الموضوع ده وبتنشر لكم وبتطبع لكم وبتسهل الموضوع على السيدات، ولا فيه كده شويه عوائق؟ خليني ابدا بالاجابه كمان مع دكتور ايمان الاول وارجع لحضرتك. هي الفكره انه مفيش رجل وامراه في الكتابه، مفيش التصنيف ده، في كاتب مبدع وكاتبه مبدعه، حلو، في فكر محترم وفكر مقابل محترم، مفيش في تحيز، محتوى راقي وفي محتوى هنا يعني راقي. مفيش تحيز، دار النشر عايزه تكسب، فهتكسب ازاي الا لما تحقق مبيعات؟ يعني هتحقق مبيعات ازاي والمحتوى فاضي او مفرغ؟ فهو النظره عمرها ما بتبقى رجل وامراه، رجل وست، هي بيبقى محتوى وابداع في استخدام الكلمه المحترمه اللي هتوصل للمحتوى. طيب حضرتك رايك ايه يا استاذ عادل؟ انا شايفه انه المراه متحققه جدا، وفي عدد كبير من الكاتبات المميزات واللي كتبهم بتعمل بيست سيلينج، سواء في الروايه في الترجمه، في نوره ناجي وفي ايناس حليم وفي رشا سنبل ونهله كرم وميمه صبحي ورولا عادل يعني انا بس خايفه انسى اسماء. مسيطرين يعني من طبعا الاخر؟ طبعا حلو. اصلا المجتمع نصه اكتر من النص ستات. طبعا فطبيعي جدا. وفكره انه دور النشر، دور النشر يعني زي ما قالت الدكتوره، لو في محتوى كويس، لو بصيتي لعدد العناوين اللي طالعه اللي في 20 23 هتلاقي النسبه الغالبه للنساء. لكاتبات. طب دي حاجه جميله، بشكل مختلف ما بين الابداع وما بين الترجمه وما بين الكتب المهنيه، لا في تواجد حقيقي للستات. انا كمان عايزه الفت النظر لقراء ورواد المعرض السنه دي، هم الحقيقه مميزين جدا. يعني انا كنت متواجده السنه اللي فاتت والحمد لله متواجده السنه دي. انا لاحظت ان قراء ورواد المعرض السنه دي اشخاص سواء اذا كانوا من الاناث او الذكور جايين يدوروا على حاجه تبنيهم وتدعم شخصياتهم وتدعم كفاءاتهم وتدعم تطويرهم لنفسهم على كل مناحي الحياه. وانا شايفه ان احنا عايزين نوجه لهم تحيه، لانهم يعني التحول كبير قوي في المعرض السنه دي 2023، قراء للبناء وليس قراء للتسليم. لا ده كمان بيدل على زياده الوعي عند الشباب دلوقتي، ان هم خلاص مش عايزين اي حاجه تمشيهم، او هم مش عايزين يبقوا بقى بالمعتقدات بتاعه زمان، انا هعمل زي ما مامتي عملت في جوازها، انا هعمل زي ما والدي كان بيعمل. لا زياده الوعي عندهم حلوه جدا، ودي حاجه تخليني اقول ان هم بيبنوا شخصيات مستقله، وان هم كمان عايزين بيوتهم تبقى ناجحه، لان اكيد مهما كان الراجل بيحب يقعد في الشارع، مهما كان الراجل مش طايق مراته، مهما كانت الست مش مبسوطه، بس اكيد ما حدش بيحب ان تبقى علاقته في بيته فاشله، او في الاخر تنتهي بطلاق مأساوي زي ما قلنا في الاول، وبتبقى علاقه حب سنين وسنين وسنين من غير فتره التجمل، وحتى ان احنا نبقى مزيفين مع بعض. صحيح. هو بس الفكره كمان مش انه الناس تتطلق، الفكره انه العلاقات تبقى سواء مكمله او تنتهي تبقى فيها مساحه ود وسويه. سويه دي السويه ده هدف فعلا فعلا يعني صعب جدا الوصول ليه، لانه من أسوأ الحاجات اللي بتحصل الفجر في الخصومه، وكميه القضايا والتنوع المدهش، يعني تكتشفي ان في بنود في القانون، يعني انا مش عارفه يعني الستات او الرجاله اللي بيقعدوا يدوروا في البنود دي عشان يرفعوا قضيه، يعني وده كله بينعكس على الاولاد، يخرجوا عندهم مشاكل نفسيه، نفضل بقى نعالج احنا لما يكبرهم، او يفضل ينعكس سلوكياته اللي عنده فيها انحراف او مشاكل على الاخرين. تنصحي العروسه الجديده اللي مقبله على الزواج دلوقتي بايه من ابرز العناوين في كتابك؟ بالراحة، ناخد وقتنا، نتناقش، نتكلم، في حاجات ينفع نقولها في الهزار، نهزر، يعني مش لازم كل حاجة تتناقش بجدية، في حاجات ممكن نطرحها واحنا بنهزر، نجس النبض بيها، المرونة. لازم تبقى فيه مرونة، ولازم ناخد وقتنا، مفيش حاجة، احنا مش مستعجلين، احنا المفروض ان دي علاقة علشان للعمر، احنا مش بنتجوز بار تايم، مش شويه وهنسيب بعض، لا احنا بنتجوز عشان نكمل، وبالتالي احنا لازم ناخد وقتنا، والحاجات اللي احنا شايفين فيها مشكله دلوقتي نحلها بعد شويه. الحاجات نفسها شكلها بيتغير، الحب شكله في اول الجواز غير شكله بعد شويه من الجواز، الاهتمام
شكله بيتغير كل شوية. مش لازم نثبت حاجة صور لمفاهيمنا عن الحب والاهتمام والجواز. تتحضر بقى نفسيا للزواج، زواج صحي. تتحضر نفسيا انها لازم تقعد تتكلم عن نفسها بجد. يعني كفايه بقى بحبك وحشتني واكلت ايه النهارده وشربت لا يعني كل ده كلام لطيف خلاص بقى يعني. مش لازم تاخد منه المنيو كل يوم دي. بس خليكوا كرييتيف شويه في الاسئله اللي بتقولوها. مش تحب اللون ايه، ايه اكتر اكله بتحبها والكلام ده، لا لازم نعرف اهتمامات بعض. اعرفوا اهتمامات بعض وشاركوا بعض كمان. يمكن يكون هو عنده اهتمامات بتناسب اهتماماتك، يمكن يكون هو بيكملك، يمكن تكوني انت بتكمليه في حاجات. لازم فعلا التواصل مهم جدا جدا، ونهتم جدا بفتره الخطوبه، نهتم بفتره برضو كتب الكتاب، نهتم بفتره قرايه الفاتحه. لان انا بشوف بنات بتتجوز. اعتقد انه قبل كل ده احنا محتاجين نهتم ببناء النفس البشريه. يعني انا كانثى وهلتقي مع رجل في علاقه زواج هتبقى فيها قرايه فاتحه وخطوبه وكتب كتاب وبعدين ازدفاف، انا لازم اهتم ببناء النفس البشريه سواء عندي او عنده. لان انا مهما كنت بحاول ان انا اقرب من الطرف الاخر، لو انا مش قريبه من نفسي وفهماها وصريحه معاها وعلى فطرتي اقرب ما اكون الى الفطره، فانا اكيد هلبس في حيط وهلبسه معايا. والعكس لو هو اللي بيعاني وداخل على الجواز بمكان المعاناه، فاكيد الجوازه دي مسيرها لان هي تكون فعلا مشروع فاشل. تنصحي البنات السنجل، تنصحي البنات السنجل بايه دلوقتي من اهم العناوين اللي موجوده في كتابك؟ انا هنصحهم يقروا الجزء اللي موجود في الكتاب الخاص بالاسئله اللي المفروض كل بنت هتقعد مع واحد عشان ترتبط بيه كجواز طبعا، ان هي تسالها له. الاسئله دي من شانها انها بتفتح المجال. قولي لنا كم سؤال. اهم سؤال، علاقتك ايه مع باباك ومامتك واخواتك؟ الله، ممكن يكذب. ده من اهم بعنيها. الله ينور عليكي. ما هو داخل يا بنتي، هم جايين البيت. عارفه حضرتك هيبان، هيتقفش هيتقفش. عارفه حضرتك ايه اهميه السؤال ده؟ عنصر المفاجاه. هو قاعد مش متوقع يسمع الاسئله دي. هو متوقع تقول له بدلتك شيك، ممكن تجيب لي اورنج جوس كده، لكن لما بيلاقيها جاهزه ومعاها اسئله هو بيتفاجئ. عنصر المفاجاه ده فيه ميزه حلوه قوي، عارفين ايه؟ عايزه كل كمان المشاهدين يعرفوها، انك ما بتبقاش متحضر له. صح، فمش هيعرف اللي بتطلع منك. يعني عارفه يا فرح، قولي له تعالى احنا عازمينك على الغدا النهارده او دلوقتي. تدبيسه حالا. طب انا عايزه نصيحه منك بسيطه وصغيره جدا قبل ما ننهي الفقره، للامهات اللي بتضغط على البنات اللي لسه ما اتجوزوش لحد دلوقتي بكلام يضايقهم نفسيا جدا جدا جدا. لان اعتقد البنات ما بتكونش متاثره انها ما اتجوزتش، هي بتكون متاثره بكلام الام في البيت الصعب جدا القاسي على البنت. انا هقول نصيحه تنفع على كل حاجه، من ضمنها سؤال حضرتك. انتوا خلفتوا ولاد وبنات علشان يعيشوا حياتهم هم باسلوبهم هم بافكارهم هم بمشاعرهم هم وبالتوقيت الزمني اللي هم عايشينه، فسيبوهم يخوضوا التجربه بكل اللي فيها. ما تحاولوش تضغطوا على بناتكم ان هم ينفذوا رغباتكم انتم في الحياه واحلامكم انتم في الحياه وطموحاتكم انتم في الحياه، لان في الحاله دي لا هتقدر تحقق نفسها ولا هتنجح في انها تحقق لك كأم اللي انت بتحلميه. استاذه عزه ودكتوره ايمان، بجد شرفتونا واسعدتونا بوجودكم معانا النهارده في استوديو انت، ووعدونا ان شاء الله يكون لنا فقرات ثانيه معاكم باذن الله في الايام اللي جايه. ان شاء الله يحصل لنا طبعا. الشرف ان احنا نبقى معاكم ومع جمهور قناه اي تي سي رائع. وانت ميرسي جدا ان شاء الله. ميرسي جدا لوجودكم معانا. هنطلع فاصل يا فرح؟ يلا بينا. يلا نطلع فاصل ونشوف بقى الفقره اللي جايه. استنونا.